Later, can you phone me? Le bon an. On va dire dans un rendez-vous que nous mettions juste pour après. Ok, maintenant. الجمله وكان يعطينا هاد مول الكارطون واخويا راه ماشي عاد تزري انت والله ما بارك واعر ها واعر شي شعله على ديكور فيهم بعدا كي داير وصافا لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير لقيتونا اليوم طريقنا الى مدينه القنيطره شدوا طريق ان شاء الله مدينه القنيطره حنا دابا في سدان مازالين في سدان نديروا الديبار بالضبط حي شماعو هذه هي طريق القنيطره المعروفه السوق ديال الخضره بالجمله او شي او شي هي الجمله وكان يعطينا هاد مول الكارطون الكارطون بيجو رون بوان بالضبط دابا الساعة الإخوان 4:03 ديال الدقايق حنا شادين الطريق إن شاء الله غادي نصور لكم مقتطفات من هاد الرحلة الجو إخوان البارح كان الساعة كان الجو مقلب داكشي علاش الشكل اللي خلانا نأجلو هاد الرحلة هادي Why are you running? Why are you running? هما الراجلين كما قلنا الاخوان البارح كان الجو ماشي هو هذاك داكشي علاش اجلنا هاد الرحلة لمدينة القنيطرة صراحة الطريق هادي فيها بزاف ما يتشاف كندوزو على حي الرحمة الدار الحمراء كتبقى في هاد الجهة و كندوزو على على بزاف المناطق دونك غادي نبارطاجيو معكم هاد الرحلة هادي من ا جوسكا زد هنا الاخوان ابواب سهلة اقامات جدد انا هذه المدرسه ديال البوليس ديال مدرسه البوليس والله الا تلفت ليا هاد البلاصه واحد الله شي مثال الفيلاج هذا هذه مدرسه البوليس معروفه ديال ديال بوقناد يا خره شنو هذا هاي مدرسه البوليس هنا ديال بوقناد هنا في كانوا الجزاره معروفه هذيك البلاصه كيقولوا لها الجزاره يكونوا فيها ويف يكونوا فيها الكزارة يكونوا فيها الشوايات ديال الشوا ديال اللحام والمسائل مي دابا حيدوهم من هنايا حيت كانوا كيحبسوا الطريق ودايرين واحد العرقالة خرافية هنايا عايز جملة مفيدة قول لي جملة مفيدة عشان افهمك حبسوهم معرفتش فين تحولوا هنا وصلنا لرونطة معروفة هذه الرون بوان اللي كتكون رون بوان اللي كتكون فيها الدرك الملكي وكتطلع على نيسان كتطلع نيسان الاخوان لديناسيون البحر ديال ديناسيون هاد البلاصه كلها محسوبه على البحر ديال ديناسيون ديال بوقناد دونك دابا غنشدو الطريق ان شاء الله غنمشيو نيسان دابا باش نكتشفوا البلايص فهاد الرحلة هادي والمناطق فهاد الرحلة كما كتشوفو مكاين هنايا الخلا والقيفا هادشي اللي بقى دابا ما دايرينش هنايا فهاد البانو هدا دونك الخوت دابا وصلنا لهاد الفيلاج هذا بتيت فيلاج سميتو السيدي الطيبي السيد الطيبي اللي كيجي ما بين بوقنادن وما بين قنيطرة السيد الطيبي هذا بتيت فيلاج هنايا فيه الجندارم فيه ناس المهم بحال منطقة كارتي قراوية
وهذا عامر بزاف هنايا كتجي على الشارع كيكون كاين واحد البونفو كبيره ديال السي طيبي هنايا معروفه هي هذيك كيكون فيها مطارات الملكي مطارات الملكي تكون فيها ناس السكان وكاين واحد كاين حتى واحد بحال السوق كاين هنايا لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل صراحة شحال زوين هاد البلايصات هاد الوريضات شحال زوينين شحال واعرين هاد الوريضات هادو هادو كنشوفوهم غير والله حتى كنشوفوهم غير لي بوناني برا واعرين واعرين شو كيدايرين واعرين بزاف بلاصة صراحة محلين بهاد الناس الوريضات واعرين هاديك ولكن معنديش من ندوز واعرة بزاف هاد المنظر شحال زوين بزاف بزاف هاد المنظر ما الخوت اللي بغيت نوريكم ما الوريضات واعرين شو كيدايرين واعرين شو شو هذا لا ديكور فيهم بعدا كي داير واعر عاوتاني هادو واعرين هذا من بيت سكورة هذا الاخوان من بيت سكورة شو هادو شحال واعرين صراحة كاين اللي كي حماق على هي الدخلة ديال هاد المنبت دخلة المنبت هنا اللي شامل هادشي ولكن معندناش الوقت بزاف اللي قرابي يطيح منظر يا وكتشوفو الاخوان حنا دابا وصلنا لمدينة القنيطرة وبالضبط الدخلة ديال المهدية عصفور هاد المهدية هذا هو البراج الاول ديال الدخلة اللي دايرين في المهدية كيبقى الشاطئ الخوت كيبقى الشاطئ من هنا حنا غادي نمشيو من هنايا باش نمشيو بالضبط القصبة قنيطرة نظرة شاملة على مدينة القنيطرة كتمتاز بالسمك بالحوت الغني عن تعريف المهدية الحوت ديال المهدية السردين كل شيء كبغينا السردين يعني الحوت الزرق والبيض كتمتاز معروفة يعني هاد المدينة بهذا الحوت يعني كبحال بحال المدن بحال العيون بحال آسفي بحال محمدية هادو كاملين مدن كيمتازو بالحوت معاهم مدينة القنيطرة
غادي نبداو الخوت الدخله ديال القصبه. هذه هي القصبه. الدخله ديال القصبه اخوان، مرحبا بالناس ديال المهديه وديال القصبه. الناس ديال الكرام موجود. القصبة خوت راه ماشي سنت كبير، جات بحال الفيلاج معزول شوية على المدينة.